دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي رسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي: أنا وإنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، إنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وإنت؟ استبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بإيد واحدة وتطلع بيجي أكنه سكران، هترميه على الكنبة الورانية بتاعت العربية. حصل يا ريس. طب وإنت؟ استبر، أنا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل أي حركة تقوم إنت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وإنت؟ اصبر، أنا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوة من الكباريه وتقوم غزفك. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجة اعملها يا غبي. بس النقطة دي تحية ليكم مني. انا شامخ ابو الفدا، ربنا يخليني ليكم. ايه عمنا دلوقتي، هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا. انا هشرب وقت. الحق رئيس تاني بتلاقي الراجل ده بتقرطسك يا كبير. انا عد سويس يا غبي. دي الخطة يا غبي. يمشي لغي جامد بعنف يا بت. ما تقلقش يا نوخة، حموتهولك من غير. النقطة دي والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. مش هتقدر تغمض عينيك.